أيتها المواطنات، أيها المواطنون، أيها ال واسمهم إيه عشان نسيت أنا. الشعب الجزائري. أيها الشعب، أيها الشعب لقد قمنا الثورة الجزائرية. لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم، ولم نتعاطى مع ما كان يريد ولا كده، ما كان يريد من هنا. كل الديمقراطيات تاع أوروبا زادت في الجزائر. الجزائر قوة، قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر. أما الإنسان اللي يقول لك تصدير، بغيت نصدر السيارات، وش السيارات عندك اللي تصدرها؟ وش رانا كاع رانا أونيوسي إيديوكا؟ كيفاش تجيب سيارات تنفخ فيها العجلات وتقول لي إن عندي تصنيع سيارات وتبغي تصدر؟ وش تصدر؟ تصدر الهواء اللي درتو في لبنان؟ هذا ما عندك. أنا نعرف باللي المواطن الجزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يسهلك أكثر العدس. هو الدين بيقول إيه؟ إن الجزائر آية الشعب حررها وربك وقع. مش محتاجة حاجة يعني. كله حيبقى عالطبيعة، كله حيبقى عالطبيعة، كله حيبقى. واذكر الجزائر وسغى ان ذكر اسمها، تجد الجبابرة ساجدين ركعا. بين بلاد انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. إن لم تستعيفها ما تشاء. كل بلا ما شئت اكتسب عجبا. الاتفاق باش ندير مزرعة نتاع 100,000 هكتار. سي كال ولاية مسيو البريزيدون؟ في نديروها في أضرار. 100,000 هكتار.